يمكن بنخاف شويه ان احنا نعمل عمليه، بنخاف ان احنا نحل مشكلتنا بكلمه عمليه. فالنهارده زراعه الشعر، هل هي يعني هل هي فعلا عمليه؟ بناخد لها بنج كلي، بندخل اوضه عمليات، بنحتاج كل ده علشان نزرع الشعر، ولا الموضوع ابسط من كده النهارده؟ هو الحقيقه الموضوع ابسط من كده بكتير. وانا ما اقدرش اقول عليها عمليه، هو نقدر نقول عليه اجراء، بروسيدجر، بيتعمل ببنج موضعي وبطريقه مرتبه بحيث ان العيان ما يحسش باي الم، سواء في عمليه اعطاء المخدر او في عمليه الزراعه ذات نفسها. عمرنا الحقيقه ما بنستخدم اي بنج كلي بالنسبه لهذا الاجراء، تمام، لانه ما بيحتاجش خالص، والعيان بيبقى صاحي واحنا بنعمل الزراعه، بل نقدر نقول كمان ان هو يقدر يسلي نفسه باي حاجه على الموبايل او اي حاجه. في مراكز كمان بتبتدي انها تعرض للزبون او البيشنت ماده يقدر يتسلى بيها لحد ما تخلص الحاجه لطيفه طبعا الساعة. يعني وكون ان هو ما فيش بنج كلي، فدي يعني حاجه كده احنا يعني اطمنا من جانب الامان يعني. بالظبط. يعني الناس برضو بتخاف انها تعمل يعني تاخد بنج كلي وتدخل اوضه عمليات لاي سبب من الاسباب يعني. ده حقيقي طبعا. البنج الكلي ليه اعراض وليه مشاكل كثيره جدا، وما بنحتاجلوش خالص في موضوع زراعه الشعر الحقيقه خالص. طب خلونا يا ريت لو معانا صور نشوف للحالات اللي يعني كانت عندها مشكله في الشعر وحلت المشكله دي في مراكز كوينز، نشوف مع بعض الصور طبعا افتر وبيفور احنا شايفينها مع بعض يا دكتور. ده هنا بعد اجراء الزراعه على طول بحوالي اسبوعين. اوكي. طبعا ده كان البيشنت جاي لنا، ده الصوره اللي على اليمين، ده كان اول ما جالنا، وبعد الاجراء بحوالي اسبوعين كان منظره. الصوره اللي على الشمال طبعا احنا بالنسبه للنتائج ما نتوقعهاش بسرعه قوي، نبتدي نحصل على نتائج ملموسه بعد 6 شهور، والنتائج النهائيه بتبقى على حوالي سنه. تمام. بس يا دكتور يعني حضرتك بتقول ان الصور دي كده بعد اسبوعين للحاله، الصوره اللي هي فيها الشعر القصير، بالنسبه للصوره اللي فيها الشعر الطويل دي بعد سنه. دي النتيجه يا دكتور النهائيه يعني بالزبط. يعني طبعا يعني من غير ما اتكلم النتيجه بصراحه يعني بتتكلم عن مجهود حضراتكم، يعني النتيجه هايله. احنا شايفين الصور بيفور عامله ازاي وافتر طبعا يعني نتيجه رائعه بصراحه يعني. طبعا زي ما قلنا حضرتك، طبعا التكنولوجي الجديد وخصوصا تقنيه الاف يو اي او فوليكولار يونت اكستراكشن هي دي اللي احنا استخدمناها في الحالات اللي حضرتك شايفاها دلوقتي، واحنا ما عدناش بنضطر ان احنا نقتلع منطقه من فروه الراس ونبتدي ان احنا نتعامل معاها زي زمان، ونبتدي يحصل منها مشاكل كبيره وجروح كبيره. بنبتدي ان احنا نقتطف البصيلات بالتقنيات الاف يو اي او حتى تقنيه الدي اتش اي، ودي حاجه احدث واسرع، ونبتدي ان احنا نستخدمها في العيانين بتوعنا، بتدي نتائج احسن وبتدي نتائج طبيعيه اكتر.